أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لترجمة خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة بمشعر عرفة خلال حج هذا العام إلى 20 لغة. ترجمة خطبة يوم عرفة تستهدف أكثر من 300 مليون مستفيد في أنحاء العالم بترجمة فورية متزامنة بدعم من منصة منارة الحرمين. وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ عبد الرحمن السديس أن خطبة عرفة تعد من أبرز وأهم مفاصل خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج الحالي تحت شعار نشر الهداية للعالمين من خلال مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة وخطبة الحرمين وخطب الحرمين الشريفين.